السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة. وبعد بمناسبة التحقيق الذي تقوم به اللجنة المكلفة من مجلسكم لفحص عقدي جسر جابر ومحطة الزور، والتي قد توصلت إلى حقائق كارثية وستسبب بهدر المال العام فيما لو أعطي المقاول أمر المباشر وسوف يسبب ضرراً لا يمكن تداركه، لذا نطلب نحن الموقعين أدناء طلب من الوزير المختص عدم إعطاء أمر مباشر بالعقدين طيلة فترة عمل اللجنة مع التصويت بالنداء بالاسم. مقدم الطلب عبد الحميد دشتي، صفاء الهاشم، عدنان المطوع، دكتور معصوم والمبارك، يوسف الزلزلة، يعقوب الصانع، صلاح العتيجي، صالح عاشور، خليل عبد الله، خالد حسين. يا أخوان للعلم، ترى هذا الموضوع تم التصويت عليه بدون نداء بالاسم، ف الآن هل يرى المجلس إعادة مرة أخرى؟ تفضل. لحظة لو سمحتوا رجاء. تفضل. يعقوب. شكرا اخ الرئيس. الاخ الرئيس، بس بودي ان استفهم من الرئاسه، يعني حسب اي بند سيتم مناقشه هذا الطلب؟ سبق وان صوتنا على قضيه مماثله وتكاد ان تكون يعني مشابهه بالكامل في بند الرسائل الوارده، وتم التصويت عليها وانتهينا منها. فبحكم اطلاع البسيط على اللائحة لا يجوز إعادة النظر في الموضوع في هذه الجلسة، فأرجو الإفادة عن آلية نظر هذا الموضوع الآن. شكرا أخ الرئيس. تفضل دكتور علي العمير. شكرا لاخ الرئيس. لاخ الرئيس، نقطتين. النقطة الأولى تتعلق برفع الحصانات. احنا أخبرنا من رئيس الجلسة بأن هناك تقريرين وردا وأنا بصدد التصويت عليهم، وبعدين فجأة تولي الاقتراح اللي قدمه الأخ أحمد لاري وإحنا قدمناه معه. هذا بالنسبة للنقطة الأولى، بأن يعني احنا لازلنا ماشيين وحضرتك اتخذ قرار بأن أيضا في تقريرين واردين. الأمر الآخر الأخ الرئيس، بما جاء الآن في الاقتراح المقدم، هل يعقل بأن لجنة تحقيق مداولاتها السرية بأن تأتي بطلب تمديد أو غيره تقول توصلنا إلى نتائج كارثية؟ هل هذا الكلام يقبل في طلب تمديد أو طلب لجنة تحقيق مع أن مداولاتها سرية؟ أنا أعتقد إذا في نتائج كارثية نطلع عليها حتى على ضوء نقرر. ولذلك يفترض ان لجنه التحقيق مداولاتها السريه كل ما تتوصل إليه الى ان تنجز تقريرها. اليوم توصلت الى نتائج كارثيه قد ولذلك الحقيقه الاخ الرئيس، نحن نريد ان ننبه، خاصه ان هذا ورد ضمن الرسائل الوارده اللي صوتنا عليها. اما ان ياتي اقتراح بنتيجه من لجنه التحقيق وهذه نتيجه سلبيه ويراد من ورائها ترتيب معين، انا اعتقد ان هذا في غير محله. شكرا لاخ الرئيس. يا اخوان بس للتوضيح، اي طلب تم التصويت عليه في اقتراح معين او في الرساله لا يجوز التصويت عليه قبل مضي مده، مره ثانيه قبل مضي مده 4 أشهر، وبالتالي لن اعرض هذا الاقتراح للتصويت. مختلف؟ تفضل دكتور عبد الحميد دشتي. شكرا لاخ الرئيس. الرسالتين امرهم مختلف تماما عن هذا الامر، الرسالتين وجهت من اللجنه الى المجلس لتوجيه رساله لوزارتي الاشغال والكهرباء للتريث بالاجراءات هني، لان بعد ما حاولنا ان نوصل رساله بشكل هادي وبدون ما نتعمق، لكن عطينا مؤشرات بأن
هناك خطر داهم وأضرار جسيمة لا يمكن تداركها، لأن حتى الآن لم تفعل العقود. سألنا سؤال محدد للي تم التحقيق معهم، هل هناك أي غرامة ممكن أو رجوع عليكم كوزارة فيما لو الآن اتخذتوا أي إجراء بالوقوف؟ دكتور، دكتور عبد الحميد، شكرا دكتور، تفضل يعقوب الصانع. تفضل يعقوب الصانع. لا عيدوا لي تفضل يعقوب الصانع. تفضل. الأخ الرئيس، اليوم في كشف الرسائل الواردة نتكلم عن رسالتي الخامسة والسادسة، يتكلمون عن جانب آخر، يتكلم عن التريث. هناك في فرق بين أمر المباشرة اللي لا يكلف المال العام وبين التريث اللي كان في السابق. الآن أمر المباشرة، إحنا قاعد نتكلم عن الرسالة الخامسة دون الرسالة السادسة، تتكلم عن وقف أمر المباشرة، لأن لو تم تسليم المباشرة كلف ميزانية المال العام، وبالتالي نحمل المجلس والحكومة هذا الأمر. الطلب نفس الطلب، فرق تريث وهني عدم عطاء. سيد رئيس ماكو فرق. لا لا سيد رئيس، امر المباشر، امر المباشره يختلف تماما عن موضوع نفس المعنى. التريث، التريث يعني عدم مباشره. تفضل معالي وزير الاشغال، تفضل. لا مو شتان اخ الرئيس، الكل يعرف، الكل يعرف، خلينا نكون احنا واضحين، خلي يكون الامر واضح. لما يتوقع عقد، لما يتوقع عقد في له إجراءات ولا في له نصوص وفي له تواريخ. ما تستطيع الوزارة تقول حق عدم المباشرة شنو يعني؟ لا تشتغل، لا تشتغل معناها راح يحسب عليك بلنتز، وبالتالي تتحملها الدولة وصرف من المال العام. حنا نكرر ما جاء. إضافة لما تكلموا الأخوان، لما تكلموا الأخوان بالنسبة للأشخاص اليوم الوزارة، كانت العملية منتقاة، أشخاص محددين بالاسم، ولم يبعث للوزارة إن تعال خليل الصف مالكم. فهذا الجانب، هذا الجانب خلي يكون واضح. واحد، إن أي عقد يوقع في أي وزارات الدولة في له إجراءات معينة، على المقاول يقدم برنامج العمل، يأخذ الموافقة، يطلب موافقة على الموبيلايزيشن، هاي تأخذ لها وقت. لما تكلم عن عقد، عقد جابر وقع في شهر 8، نتكلم عن 5 شهور. شكرا الاخ الوزير، ما راح يصير تصويت لان هذا نفس الطلب، فهذا مخالف للائحة، ما راح يعرض اساسا للتصويت. اسمح لي، فلا نناقش بالامر ماشي. لا لا، توضيح، توضيح لنقاط. لا 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 اسمح لي، الامر، الامر منتهي مع الوزير، الامر منتهي. تفضل المقترح اللي بعده. السيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة، وبعد نتقدم باقتراح تقديم البنود التالية: أرقام 18، التقرير الثامن التكميلي، التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون في شأن التأمين ضد البطالة، والتقرير السادس للجنة المالية للمشروعات الصغيرة، والتقرير السابع للجنة المالية التعديلات على قانون الشركات ومناقشتها بعد الانتهاء من بنود الاستجواب في جدول الأعمال. مقدم الاقتراح دكتور يوسف زلزلة، أحمد لاري، صالح عاشور، فيصل كندري، علي العمير، صلاح العتيجي. موافقة؟ موافقة. بند التالي 12، البند الخامس الاستجوابات، مناقشة الاستجواب الموجه من العضو حسين علي القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة الشؤون الإسكان في شأن المحور الأول: قيام الوزير بإعادة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم بعد أن تم التحقيق معهم وإدانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة. المحور الثاني: تجاوزات وقعت في الوزارة وقد تم توجيه أسئلة برلمانية حولها، وتم تضمين هذه الأسئلة البرلمانية صحيفة الاستجواب. تاريخ 5/2/2013 وجه هذا الاستجواب من الأخ العضو حسين علي القلاف إلى السيد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان،
وعملا بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد تم إبلاغ السيد وزير المواصلات وزير الدولة شؤون الإسكان به فور تقديمه. وطبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذه المدة إلى 2 أسبوع على الأكثر، ولا يجوز الإرجاء لأكثر من ذلك إلا بقرار من المجلس. هل يوافق المجلس على تثبيت نص صحيفة الاستجواب في المضبطة دون تلاوتها اكتفاءً بالتوزيع؟ موافقة؟ موافقة؟ ويثبت ذلك في المضبطة. الآن نبدأ في مناقشة الاستجواب، تفضل وزير الإسكان، وزير المواصلات وزير الإسكان. شكراً لأخ الرئيس، إذا سمحت لي في عندي بس كلمة وطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. معالي الأخ رئيس المجلس الموقر، الأخوة والأخوات الأعضاء المحترمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطاهرين وأصحابه أجمعين. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. لقد أدينا أيها الأخوة الأفاضل هذا القسم العظيم أمام الله، ثم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، والشعب الكويتي الكريم، ولا نملك إلا الالتزام به والعمل على تجسيد معانيه وغاياته السامية نصاً وروحاً فعلاً وقولاً. ولعلنا نستذكر جميعاً ما آلت إليه الأوضاع في بلدنا جراء تعاقب الأزمات السياسية وتداعياتها نتيجة الانحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح، وخروجه عن الأطر التي تحفظ لوطننا أمنه واستقراره وتعزيز وحدته وكيانه، وتحقق للشعب طموحاته وآماله. وقد أضحى العمل السياسي معول هدم وشقاق وانقسام، فرق بين أبناء المجتمع الواحد ومس ثوابته وأركانه. كما نستذكر بكل الاعتزاز والتقدير الموقف التاريخي الحازم لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كبح جماح الفتنة ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي والفئوي التي ترتبت على النظام الانتخابي السابق، والتي كان يمكن أن تقود إلى نتائج لا يحمد عقباها على حاضر البلاد ومستقبلها. واليوم فإننا مجلساً وحكومة نتحمل مسؤولية جسيمة وأمانة وطنية غالية في تصحيح المسار وتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة واعتماد النهج الذي يحقق الآمال والطموحات التي يعلقها علينا الشعب الكويتي الكريم في إطار شريعتنا الإسلامية السمحاء وأحكام الدستور والقانون وثوابتنا الوطنية الراسخة. وإننا على إيمان أكيد بقدرتنا جميعاً متعاونين على حمل هذه الأمانة العظيمة بعد أن أصبحت واجباً وطنياً حتمياً وقدراً لا مناص منه، بما استجوب من الحكومة بذل قصار الجهد في التعاون مع مجلسكم الموقر، التزاماً بأحكام الدستور واللائحة وتنفيذ لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وتحقيقاً للغايات الوطنية السامية في السير بسفينة الكويت الغالية إلى بر الأمان. الأخ الرئيس الموقر، الأخوة والأخوات الأعضاء المحترمين، لقد تشرفت بنيل ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خضم مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي الكويتي، شهدت خلالها تطورات لم تعهدها الحياة السياسية الكويتية من قبل، مما زاد من ثقل هذه المسؤولية، وزادني حرصاً وإصراراً على القيام بتلك المسؤوليات على أكمل وجه تقتضيه المصلحة العامة مهما كانت التضحيات. ولقد واجهت وإخواني في الحكومة السابقة كل مظاهر الترهيب والتعسف والخلل في الممارسة البرلمانية، وتحملنا كل ذلك من أجل كويتنا الغالية وشعبها الوفي، وهي تستحق منا أكثر من ذلك،
وتقديراً لعظم هذه المسؤولية، فقد آثرت العمل على القول والتزام الصدق والصراحة على المجاملة وغض الطرف، فلم تمنعني قرابة أو علاقة من محاسبة مقصر، ولم تحملني مصلحة شخصية على تجاوز المصلحة الوطنية، والله على ما أقول شهيد. الأخوة والأخوات الأعضاء المحترمين، لعل من حسن الطالع أن يكون مقدم هذا الاستجواب الأخ الفاضل العضو المحترم سيد حسين القلاف، وهو صاحب التاريخ البرلماني الطويل والخبرة الواسعة في مهام الرقابة والتشريع، وهو رجل دين تحكمه قيم الشريعة ومبادئها وأحكام الدستور والقانون، وهو يعلم جيداً كما تعلمون جميعاً أن الدستور قد كفل لعضو مجلس الأمة الحق في الاستجواب لتتجلى فيه المسؤولية الوزارية بأوضح مظاهرها، تعبيراً عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، على أن هذا الحق لا يجوز أن يكون هدفاً بذاته ولا أن تكون ممارسته خارج إطار الشرعية الدستورية، فالهدف الأساسي منه هو تحقيق المصلحة العامة في إجلاء الحقائق وإذكاء روح التعاون البناء لتحقيق الرخاء في أرجاء المجتمع. ويشهد الله بأنني لا أجزع ولا أتهرب من هذا الاستجواب، فمن يقبل مسؤولية العمل الوزاري لا يجزع من المحاسبة والمساءلة والاستجواب، حق كفله الدستور للنائب كما سبق بيانه. ولما كان حق التأجيل مقرر للوزير المستجوب وفقاً لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبقرار من مجلسكم الموقر، فإنني أنشد التأجيل للأسباب التالية: منح فرصة زمنية مناسبة حتى نتمكن من خلالها تنفيذ برامج الوزارة وتحقيق المزيد من الإصلاحات في كافة المجالات خاصة، ولم يمضي سوى شهران على تقلدي منصب الوزارة. كذلك حرصي التام على التعاون البناء والفعال مع مجلسكم الموقر للنهوض بمسؤولياتي ومهامي نحو تحقيق المزيد من التقدم. لذا أطلب من مجلسكم الموقر تأجيل مناقشة الاستجواب إلى دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الحالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً. تفضل الأخ سيد حسين القلاف. أخي الرئيس، أنا في البداية يعني من الصبح مبين السالفة مطبوخة، ولكن مو هذا المهم. أنا بقول إحنا دور مجلس الأمة دور رقابي تشريعي، الاستجواب سؤال مغلط مو حكم، طرح الثقة وجلسة طرح الثقة هي الحكم. هذه معلومات الوزير الفاضل. لما نيجي في جلسة طرح الثقة يعني بنحكم، أما الاستجواب مو حكم، وإذا حكمتم الآية ما تنطبق فيها المورد. إذا أنت تعترف أن أنا عندي خبرة سياسية وريال برلماني ومخضرم، فإذا هذا كلامك واحد. اثنين، مناقشة التعاون، أنا جيتك وطلبت منك التعاون، حطيت قضية بيدك وقلت لك تشكل لجنة تحقيق، سويت. جيت لك بعد أسبوعين وكلمتك هني مكان دكتور علي عمير، قلت لك سويت في هذه؟ سويت لجنة تحقيق؟ قلت لي لا. قلت لك طيب شلون تبيني أتعاون معك إذا أنا كان بإمكاني أصلاً ما أجيك ولا أطلب؟ وقلت لك هذه القضية إذا ثبت أن اللي مجمدينه يستحق ما يثار عليه شيله، أنا أقول لك شيله. وقلت حق الطرف، قلت له إذا ثبت أن ما يثار عليك حقيقي أنا ضدك مو وياك، لأن إحنا بالمصلحة العامة، وبالتالي أنا جيتك أتعاون، أنا نشدت التعاون. يعني أنا ما قدمت الاستجواب إلا بعد أنا خطيت الخطبة المطلوبة. ثالث شيء، قضية الآن اللي قاعد يثارون إن إحنا منأزم، وشو الفرق بيننا وبين اللي قبلنا؟ وايد الفرق، وايد الفرق. أنا عمري ما كذبت في على المنصة، بينما 60,000 كذبة طلعناها إحنا على اللي كانوا يستجوبون. كنا نجيب الفرق إنهم يكذبون، أما إحنا كل استجواباتنا ما كان فيها كذب، وهذا فرق كبير. والفرق الثاني إن إحنا الوقت اللي هم قاعد يثيرون وأزمون، إحنا جينا ضحينا وقدمنا نفسنا للترشيح والانتخاب، وأنا كاره أصلاً لا المجلس ولا الانتخابات، أصلاً كاره
وجودي هالمكان، لكن لما صار وطن قلنا هذا الوطن. الآن والأهم من هذا والأخطر، أنا ليش قدمت الاستجواب؟ في قضيتين أنا ما أقدر أتحملهم أمام الله شرعاً، ما لي شغل الممددين كيف، هذا مشكلته، أنا ما عندي مشكلة وياه. بس أنا يعني إذا أنا حمد بيني وبين الله على حد تديني ما أقدر أتحمل، واحدة أرواح بشر، اثنين أرزاق بشر، أنا أمام قضيتين طارح لك في الاستجواب، روح بشر وأيضاً أرزاق بشر. أنا ما أقدر ريال بهالكفاءة قاعد ثلاثة أشهر بدون معاش عيلته، والثاني أيضاً عوائل ما قاعد تستلم معاش، أرزاقها من وين تأخذها وعلى شنو؟ على عصابة أنا أيضاً اشتغلت عليها من أيام الشيخ أحمد العبد الله إلى هالوقت، قاعد أشتغل أنظف فيها الناس وقاعد نقدم الأدلة، وتعاونوا يانا أحمد العبد الله ويزاد التعاون لغنيم الله يذكرهم بالخير اثنينهم، شنهم أنت جيت رديتهم، وهذا اللي بدوا ينتقمون وينتقمون بأنظف ناس موجودين وعندهم مخالفات، وجبنا لك المخالفات، موجودة المخالفات اللي مسوينها هذيل اللي أنت رديتهم. أنا بعد أنا شنو أقدر أسوي؟ أنا أمام أرواح بشر وأثبت، راح أثبت أرواح البشر وين بالأدلة إن هذه إذا سكتنا على هالقضية بالذات يعني معناته أي كارثة جوية راح تصير برقابكم كلكم. لما كنا نتكلم عن الكويتية ما حد كان يسمع لنا، لما صارت قضية طائرة اللي راح العمرة كلنا ندري عنها صار فيها، هذا كان كلامنا ولازلنا نتكلم نفس الكلام، ما حد كان يسمع لنا. الآن اليوم أنا قاعد أقول أنا أمام قضية إذا لم نقف موقف حازم لها، وراح بتقارير، أنا ماني فني، أنا ماني متخصص، بس أنا جايب تقارير فنية ومتخصصة تقول هذه كارثة جاية، مصيبة جاية وفيها بوقة. طيب أنا روح أرواح بشر بوقة، يا ما بكتو يا ما صار بوق، مو أنت يا ما صار بوق، وقعدنا وشفنا وهذا وباقة وراحوا وخلصوها كلفتوها. لكن أرواح بشر شلون الرد هذا اللي 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 ما يقدر طيار ينزل إلا بهالأجهزة، واللي قاعد يصير فيها نصب واحتلال وبوق، اثنين كفاءات وطنية من أحسن الكفاءات. والله لو أي واحد فيكم يقرأ السي في مالهم يبين لك هذالي نوادر نوادر بالكويت، محرومة. أنا طيب أمام أمرين، أمام أرواح بشر وأرزق، يقولوا لي أصبر. أصبر على شنو؟ يصير كارثة؟ أصبر على أن هذا يروح يطر؟ شنو يصبرني؟ أنا ما عندي عداك وياك شخصي، بالعكس أنا يوم قعدت وياك وقلت لي قضية الإسكان وعندنا هذه، قلت لك اشهد أنت بضميرك بأمانتك، ترى مثل ما أنت قسمت أنا قسمت. وأنا أذكر واحد كان يقسم قبل الاستجواب وهو أكبر كذاب، كل ما يستجواب يقول أقسم بالله العظيم، وكل اللي يقوله كذب. ما قسم سهل، القسم ما يتسهل. المسألة مو أنا قسمت وأنت قسمت، المسألة الآن شنو يحركني؟ ضميرك، ضميري وضميرك بس. أنا على نحو الشخصي يمكن أنت أكثر وزير علم، أنا علاقتي وياك زينة أكثر من اللي موجودين، أنت شخصي. لكن لما أي وحط أنا لحيتي وشيبتي قدامك وأخذ منك وعد وطقني بالطوفة، أنا شلون أتعاون؟ بعض الأخوان يقول تعال إحنا نوقف وياك، من الأخوان الأفاضل نوقف وياك، بس عط مهلة ونروح إحنا نصلح الخلل. نصلح الخلل صحيح، أكو شيء قابل للإصلاح، بك أكو شيء مو قابل للإصلاح. أرزاق الناس هذه منو مسؤول عنها؟ أرواح الناس منو مسؤول؟ هذا مو قابل للإصلاح، هذا لازم تنقف. هذا اللي قاعد يكذب ويزور بأوراق رسمية، وراح أثبت هذا بالاستجواب إذا شاء الله عز وجل صعدت المنصة، أثبت بالأدلة أكو تزوير وكذب وخداع على أرواح بشر. ننطر شنو يا جماعة؟ بس كافي. وهذه قضية الطيران المدني والكويتية صار لي الآن لا يقل عن 9 سنوات أنا مقدم أسئلة وجايتني أجوبة، ووصلت إلى حد استجواب مع وزراء سابقين في هالقضية. يعني أنا جاي بأدلة مو جاي خالي. الآن أنا جاي طالب تأزيم؟ لا ماني طالب تأزيم،
أنا ما لي طالع زين. إذا تطلب تأجيل أطلب تأجيل حقك، أنا ما أمنعك، بس تقول لي ليه دور الانعقاد الجاي؟ يعني لا دور الانعقاد الجاي لما نطيح طيارة والله العظيم إعدام شوي عليك إعدام والله بوفال الله. هذا الأدلة يا جماعة، إحنا مو إحنا تكنولوجيا قدامنا وأرقام قدامنا، مو كيفي الأجهزة اللي أتكلم عنها تنزل الطيارة على المدرج، مو كيفي أنا. ولما تقول أرزاق الناس موجودة، الناس تدري أنا وراح أعرض السي في مال اللي أنا قاعد أقول، هذا اللي ما يستحقون الفصل، هذا اللي يستحقون الإكرام، هذا اللي يستحقه. الآن أنا الحين أنا الآن قدمت استجواب، بيني وبين الله أقول قدمته، وقدمت براءة للذمة، وشفت أنا أكو نفس بالمجلس للأسف، كنت من زمان مجال السابقة بعض الأفراد ألمسهم لبس، هذا مو حكومي كامل الدسم، هذا بعد استغفر الله إبليس ما يلحقه اللي مثل ما قال مو انبطاحي مرة واحدة كلش يا خلي عندك شوي ماي وي ماكو. على كل الآن إذا هذا الاستجواب صار على اللي صار، أنا ما أشوف نفسي وجودي هنا لا مكان، أنا أمشي ما أقعد، لأن أنا ماني مستعد أتحمل لحظة واحدة لا أرواح بشر ولا أرزاق بشر. وهذه ممارسات اللي قاعد يتصور إنه قاعد يخدم الكويت، والله قاعد تضر الكويت، وما سويت هذا عداء للوزير أبداً، أو شخصانية كما يقول بعض ذل الطفيليين أبداً، أو إن أنا جاي أدعي وأتكسب، مو اللي يدعي وتكسب صار له أكثر من 17 سنة نائب. إذا إحنا بكلمة واحدة أقول أنا قدموا الآن تأجيل وخلي الصوتون، بس أطلب التصويت بالاسم للأمانة. شكراً. تفضل معالي وزير المواصلات وزير السكان. شكراً أخ الرئيس، والشكر موصول للسيد العضو السيد حسين القلاف. هذه كذلك من باب الأمانة والشهادة أن ما زالت وسوف تكون علاقتي مع السيد وهي علاقة متأصلة ووطيدة، إلا أن ما يعني بدأ من هذا الاستجواب هي لجنة التحقيق في الشخص اللي بلغني عنه السيد. ولجنة التحقيق هذه بحكم أنه قيادي الرجل لا يمكنني أن أقوم بلجنة التحقيق إلا من خلال لجنة المجلس الخدمة المدنية، فأثرت أني آخذ المعلومات مكتوبة من المسؤول المباشر له، وجتني المعلومات يوم الخميس اللي قبل يوم الثلاثة كان استجواب سيد القلاف، وصلتني في بريدي الأحد، قريتها في الويكند. الأحد كنا في مجلس الأمة هني بين اللجان للساعة 5، الاثنين في مجلس الوزراء، منادي الشخص هذا اللي المطلوب يوم الثلاثاء بالليل في مكتبي 9:30، وجاني على نفس الموعد حتى بعد الاستجواب، وبلغته قلت له هناك استجواب لعدم يعني وضوح الصورة على موضوعك، وللعلم هذا الاستجواب لن يقدم أو يؤخر ترى شيء في حق من حقوقك عندي، وهذا الكلام كان موجه للشخص الموجود. وتم تشكيل لجنة تحقيق للعلم سيد، شكلت هذه اللجنة بعد ما وردني هذا الكتاب، واللجنة شكلت الأسبوع اللي طاف لبيان الحق. أما موضوع الأرواح والبشر فلم يفاتحني فيها السيد وهذا قدامكم إلا من خلال أجوبة أرفقت بالاستجواب. أنا لو كان مقدم لي قبل هذا الأمر وشهد المجلس كله ويعلموني الأخوان بتعاملي معهم خلال سنتين أني ما أقصر باتخاذ أي إجراء يهم هذه البلد، ونحن الآن يعني أمام أسئلة مرفقة بالاستجواب تم الإجابة عليها، سوف أقدمها للسيد العضو ويعني وسوف تتضح هذه الصورة له، ولكن لم أبلغ قبل الاستجواب بأي أمر لا من خلال أرواح البشر ولا من خلال أرزاق البشر كذلك. الآن وصلت عندي هذه المعلومات ووضعت الأجوبة لها وسوف تقدم للسيد العضو، ولا نقبل أن ترى ترد كلمته، ولا نقبل أن يطلع من المجلس. نحن يعني احنا يعني مقبلين على عمل سياسي جديد، على تأصيل منهج برلماني جديد، هذا ما نترجاه كحكومة وكذلك كمجلس. فهذا اللي عندي، وأسأل الله العظيم ان تكون يعني احنا امام حق وإظهاره فقط ليس للسيد العضو بل لأعضاء مجلس الأمة جميعا والشعب الكويتي. شكرا. بإذن الله. شكرا يا إخوان، راح على هذا الطلب راح
يعني يخلي التصويت نداء بالاسم على الطلب المقدم من الحكومة. تصويت أخوي ناصر، تصويت تصويت، لا ما نبي ندخل في الموضوع. واحد مؤيد واحد معارض، ما عندي مانع حسب اللائحة، ما في أي مشكلة، نحتاج واحد مؤيد واحد معارض. من المؤيد لطلب الوزير؟ مؤيد ولا معارض؟ تفضل أخ خلف دميثير، معارض؟ معارض أخ مبارك، تفضل. سجلين على الاستجواب، سجلين على الاستجواب، مو على هذا، مو على هذا، ما دخلنا بالاستجواب. الأخ الرئيس، أعتقد يعني بالنسبة للنائب المستجوب الأخ الكريم حسين القلاف، حقه الدستوري أن يمارس هذا الحق، لكن هذا المجلس تحديداً نقول هو بداية جديدة لمرحلة جديدة لعمل وإنجاز، هذا شعارنا كمجلس وما يأمله الناس منا وما يأمله كذلك سمو الأمير من تعاون، من مبدأ التعاون فيما بين مجلس الأمة والحكومة. حقك الدستوري مكفول ولا أحد ينازعك عليه، لكن أعتقد هو كل المرحلة بالنسبة لدور الإنقاذ باقي أقل من 4 شهور، 3 شهور ونص. من هذا المنطلق، من باب التعاون، من باب المبادئ اللي إحنا متجهين إليها اتجاه جيد، وهناك يعلم السيد القلاف من يتحين الفرصة في هذا المجلس ويريد له العثرة ويريد له التباعد ويريد التمزق، ونحن مصرين على الإنجاز، مصرين على العمل، مصرين لإثبات وجودنا كمجلس وحكومة، أن نحن نعمل لا نثرثر لا نفتري لا نتبلى، ولكن نريد أن ننجز. إذا بدأنا من أول شهر بهذه الخلافات وبهذا التصعيد، وممكن هذا الحوار اللي نتج بين الأخ الوزير والأخ المستجوب ممكن معالجة الأمر بطريقة أخرى ونصل لما نريد، حفظ كرامات الناس، حفظ حقوق الناس، حفظ أرواح الناس، هذه كلها مسؤول الكل عنها وما يرضى على أي خلل فيها. لكن ممكن المعالجة، أنت وصلت الرسالة في المطلب، هذا بحد ذاته نتيجة، لكن أعتقد يجمع الأخوان الأعضاء بأكثرهم إن إحنا نحتاج فترة الشهور الأولى، وحسب توجهاتنا وحسب وعودنا أن تمر المرحلة الأولى بأن يكون فيها انسجام وتفاهم وثمرات عمل، إنجاز عمل يشعر فيه الوطن والمواطنين. فلا ضير يا سيد بصادق أنك تتفاعل مع المجلس وتتفهم اتجاه هذا المجلس، لا أن تحاول أن تقدم والله طلب التصويت بالاسم. أنا واحد من الناس ما يهمني أني أصوت بالاسم، لأن ما دام في شيء أنا مقتنع فيه وشيء مؤمن فيه أتخذ قراري وأصوت بما أريد وأصوت بموافقة على التأجيل. لكن إحنا المنطلق اللي إحنا مأكدين عليه وما نجزع منه إن إحنا مبدأ التعاون أن يكون هو الصفة اللافتة للنظر واللامعة، بحيث أن احنا نعمل مع بعض وكلنا ثقة بأن هؤلاء الأخوة الوزراء بأن يكونوا مقابلين لهذا المجلس بالإنجاز وبالتعاون، لا نحاول أن نخلق عداءات وفراغات. مع احترامي للأخوة، وهذا الكلام مو لك بروحك بصادق، لكل الأخوة اللي تقدموا باستجوابات 4-5 استجوابات في خلال أول شهر لنا في المجلس، أعتقد هذا يعني يعطي نظرة فيها ريبة. حق دستوري، حق دستوري الاستجواب، لكن ليش؟ وين الاتفاق اللي احنا متفقين عليه بحيث ان احنا نعمل مع بعض نتعاون مع بعض؟ فما نريد أحد يعيب علينا،
أو يوصفنا بوصف التأزيم وعدم التفاهم وعدم الانسجام السياسي والعمل البرلماني. فأنا أطلب من أخونا أبو صادق، وأنا صراحة وضحت الصورة بالنسبة للكلام اللي قاله الأخ أبو صادق حرصه على هذه الأشياء، وأشعر أن الوزير كذلك بإجاباته أنه متجاوب. فالقضية أعتقد لا تستحمل أن احنا نصل إلى عدم التقاء. أتمنى من أخونا والأخوة حتى الأخوة. شكراً لك خلف مثير، شكراً شكراً لك. أبي الأخ مبارك نجادة مؤيد معارض. معارض معارض تفضل. معارض معارض، ولكن نظراً لتوافق الرؤى أتنازل حق الأخ نواف يتكلم نيابة. تفضل الأخ نواف البزيع مؤيد معارض. معارض تفضل. يعني الأخ رئيس، اللي أنا فهمته من كلام السيد، ومع احترامي إلى أننا قد نقول أن ما قال السيد قد يكون في صدق أو قد يكون في كذب، لكن في نهاية المطاف الرجل قاعد يراهن على مستقبله السياسي تجاه قضية يقول أنها تهدد أرواح ناس. وأنا أقول معالي الوزير بمثل ما بدأت وبمثل قسمك، هذا التجاوز إن صدق من السيد صحته أعتقد قسمك يجعلك لا تقبله وترد عليه، وما هو مطلوب منك كثير. إذا كان في تأجيل خلنا نأجل أسبوعين، القضية واضحة. إذا أنت منت خايف وعارف إن ما في خطأ منك، وإن شاء الله ما في خطأ منك، لأن الموضوع خطير، موضوع أرواح بشر، يمكن لو كانت المسائل بشكل آخر لربما لما وقفت الموقف هذا، لكن كلام السيد خطير. وإذا أنت أقسمت السيد أقسم، وإذا تبين نصدق لازم نصدق السيد، وأي بأي حال من الأحوال حتى لو إحنا كذبنا لا يمكن أن نحكم على النوايا مثل الكلام اللي قاعدين قال الحين. إحنا اليوم يا أخوان في قضية مهمة، هذا أي استجواب كان هذا الاستجواب اعتبروا أنفسكم أنتم قضاة، ونحن مترافعين أمامكم. إذا كلامكم ما عجبنا حكموا باللي ترونه أو بما تراه ضمائركم، لكن لا يعني بأي حال من الأحوال أن الاستجواب. شنو هالكلام هذا؟ كل ما قالوا الاستجواب تأزيم، يبا ما نبي نطرح الثقة فيكم، لكن نبي نوضح الحقيقة أو نعتقد أن الحقيقة، وأنتم قدموا رؤياتكم وبالنهاية الحكم للمجلس. ليش خايفين؟ القضية ما هي قضية مواجهة، ولا هي قضية يعني مثل ما نقول إن إحنا جايين نعمل، كلنا جايين نعمل. أحد يقدر يعترض على عدد المشاريع والقوانين اللي أقرت من خلال هذا المجلس وحجم الإنجاز اللي تم؟ لكن لا، ما يصير كذي. بتصادرون حتى حقنا في إن إحنا نتكلم، وإذا تقول يا أبو مشعل إن قال عنا كلام أكثر، خونونا بعض النواب، ناس قالوا عنا إحنا ورانا متنفذين، خافوا الله. إحنا ورانا متنفذين علشان احنا نمارس دورنا؟ إذن علش قسمنا؟ ليش قسمنا؟ الريال يبي يترك المجلس وانا اتركه معاه، اذا كنا احنا بهالنفاق اللي قاعد نعيشه حقيقة. ارواح الركاب هذه في خطر، ما تحتمل تأجيل يوم، وانت ما تبيها تبي تأجلها لدور انعقاد قادم، حرام عليك. انا ما ابي اطلب منك شيء ولا ابي اظلمك، لكن ابي اسمع وجهة النظر. لا تصادر حق الناس، ترى إذا أنتم خايفين من النواب خافوا من الناس اللي قاعدين، وخافوا من الروح قد تروح بسبب ترددنا وبسبب ضعفنا وبسبب عجزنا. ولا تقولون تنمية، التنمية ماشية، واللي عنده بالنية النية إنه يصلح في هذا البلد راح يصلح. لكن أنا أقول لكم المبدأ العام، الاستجوابات حق دستوري، والاستجوابات ملح هذا المجلس، والاستجوابات لها دور مهم. وبالعكس أنا أعتقد أن الوزارة مفروض يفرحون إذا كانوا هم حريصين على مصلحة هذه البلد لما تقدم الاستجوابات. إحنا ما راح نطرح الثقة، ويمكن نطرح الثقة، لكن في نهاية الأمر ما حكمنا ولا نقدر نصدر أحكام. أنتوا حكمتم على استجواب السيد وعلى كلامه قبل الله يقوله، ما قال شيء الريال. الريال قاعد يقول يبقى أنا عندي حقائق بحطها لك بالمنصة، وبكل احترام. وإذا تتكلم عن المجلس المبطل والمجلس الحالي، اختلفنا، نعم اختلفنا، اختلفنا بأخلاقنا، اختلفنا بلغة الحوار، اختلفنا بالمستوى والأسلوب اللي احنا قاعد نتعامل معاه.
لكن انتم توصلون لمرحله ان ما ينفع معاكم الا المجلس المبطل، ولا ينفع معاكم الا لغه المجلس المبطل. كل هالاحترام وكل هالرقي وكل هالطلب المنطقي تبون تطلعوننا بدعه جديده، دور انعقاد قادم على يمكن السيد عنده وجهه نظر متمسك فيها، لكن انا اعتقد ان الخلل الاخطر بمكان، والريبه مو تحط فينا احنا، الريبه تحط فيكم. ليش تطلبون التاجيل هذا؟ بطنكم شيء قولوا، منتو خايفين اصعد المنصه، واذا في شيء احنا معاكم، ويمكن بالاستجواب راح تلاقيني مؤيد لك يا ابو عبد الله مع الوزير، راح تلاقيني يمكن مؤيد لك وضد السيد في كل ما يقوله، لكن احكم على كلامه قبل لا يقول. الرجل قاعد يقول كلام خطير. احنا رجعنا حق قضية الطفلة الموؤودة يا سيد، رجعنا حق قضية الطفلة الموؤودة، ما بيتكلم عنها. شكراً لأخ نواف، شكراً لأخ نواف. يا أخوان نحتاج تصويت ونحسم هذا الموضوع، وجهات النظر كلها توضحت. سيد تفضل. سيد حسين القلاف، دقيقة واحدة بس، نقطة نظام. يعني واحدة واحدة بكل بساطة، إذا كان الاستجواب حق دستوري، شو ليش الخبصة عيل؟ حق دستوري هو حق دستوري بس انشعم، شلون؟ هاي شلون يصير هذا؟ ما يصير هذا. هذا واحد. الأمر فيه ريبة، ريبة شنو؟ صرح الخرافي قبل كم يوم تصريح، أنا بعده قدمت استجواب، قالوا اللي دازه وخليه يقدم استجواب الخرافي. حسبي الله عليكم وبس، هذا شغلنا احنا. الامر الثالث واللي اخطر منه كل هالحكي، ما نبي نزايد على بعض، ما ننزايد على بعض. اول صفه ان احنا جينا قلنا لبيك يا وطن ولبيك يا سمو الامير، رشحنا نفسنا حق الانتخابات. وعلى فكره انا طلعت العاشر، وانا عارف اسباب اللي طلعت فيها العاشر، كل اسبابها عندي. شكرا سيد، شكرا. انتهى الوقت بس دقيقة. سيد تفضل. دقيقة. مشكور. دقيقة. مشكور. دقيقة واحدة. فبالتالي انا اصالة البراءة فيني اكثر منك يا خلف، انا اصالة البراءة فيني اكثر منك، لان انت صار لك 30 سنة نائب ما استجوت ولا مرة، بينما انا 17-20-18 سنة مستجوب 11 مرة. اخي الرئيس، بالنهايه اول اصاله البراءه لما نقول احنا جينا تلبيه لنداء سمو الامير، وفعلا هدفنا التعاون، لا احد مؤشرات التعاون. اذا هذه القوانين مرت، واذا هاي الفتره مرت بسلام وبامان وبطيب، لان احنا قاعد نتعاون. بس لما وصلنا الى مرحله، شكرا شكرا. خلنا نصوت، خل راح نقاش جانبي ابو مشعل، تفضل. دقيقه. يدعي انه هو بريء او انه اكثر براءه مني، اصلا اصاله البراءة. انت اول شيء مقياسه في البراءه انه هو صار له فوق 20 سنه بالمجلس ان قدم استجوابات، يعني هذا المقياس. وانا صار لي اكثر من 30 سنه ما قدمت ولا استجواب. هي القضيه قضيه عداء. شكرا شكرا الحكومه يا قلاف. شكرا على خلاص، هذه مو عداء، مش على خلاص. الحكومه مثل ما احنا مواطنين هم مواطنين. رجاء ابو مشعل خلاص، خلينا نصوت. احنا ناشدنا بعمليه الانسجام، التفاهم السياسي واضحة. بين المجلس والحكومه مرحله تتطلب ان يكون في خلصنا فهم سياسي مو عمل. رجاء ابو مشعل، تصويت نداء بالاسم، تفضل. الامين العام احمد حاجي لاري غير موافق، احمد خالد الصباح موافق، احمد عبد المحسن مليفي غير موافق، انس خالد الصالح موافق، بدر غريد البذالي موافق، جابر مبارك الصباح موافق، حسين علي القلاف غير موافق، حماد مناح الدوسري موافق، حمد سيف الهرشاني موافق، خالد حسين الشطي غير موافق، خالد رفاع الشليمي غير موافق، خالد سالم عدوة موافق، خلف دميثير العنزي موافق، خليل إبراهيم الصالح
غير موافق. دكتور خليل عبد الله علي غير موافق. ذكرى عايد الرشيدي موافقة. دكتور رولا عبد الله دشتي موافقة. سالم ثيب لذينه موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعد فهد البوص موافق. سعدون حماد العتيبي غير موافق. سعود نشمي الحريجي موافق. سلمان صباح الصباح موافق. صالح أحمد عاشور غير موافق. صباح خالد الصباح موافق. صفاء عبد الرحمن الهاشم غير موافقة. دكتور صلاح بن لطيف العتيجي غير موافق. طاهر علي الفيلشاوي موافق. عادل مساعد اليار الله موافق. دكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق. دكتور عبد الرحمن صالح الجيران ممتنع. عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم موافق. عبد الله إبراهيم التميمي غير موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان إبراهيم المطوع غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عسكر عويد العنزي موافق. دكتور علي صالح العمير ممتنع. فيصل سعود دويسان غير موافق. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي غير موافق. مبارك بني العرف موافق. مبارك صالح النجادة غير موافق. دكتور محمد براك الهيفي موافق. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد ناصر الجبري موافق. محمد ناصر البراك موافق. دكتور مشاري ظاهر الحسيني موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتور معصومة صالح المبارك غير موافق. ناصر عبد الله الشمري موافق. ناصر عبد المحسن المري موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف موافق. نبيل نوري الفضل موافق. نواف سليمان الفزيع غير موافق. هاني حسين شمس غير موافق. هاني عبد العزيز حسين موافق. هشام حسين البغلي غير موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موافق. دكتور يوسف سيد الزلزلة غير موافق. مبارك بنية الأخرينج علي فهد الراشد موافق. موافق. حضور 62، موافقة 37، عدم موافقة 23، امتناع 2، موافقة على التأجيل إلى دور الانعقاد القادم. اللي بعد تالي 13، استجواب موجه من العضو فيصل سعود ويسان للنائب الأول لرئيس مجلس وزراء وزير الداخلية في شأن المحور الأول التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و 130 من الدستور والقانون رقم 21 سنة 1964. المحور الثاني اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع. تفضل وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. شكراً أخي الرئيس. أخي الرئيس، في البداية تؤكد الحكومة من حيث المبدأ على حق كل نائب في استخدام كافة الأدوات الدستورية ومن أهمها الاستجوابات، باعتبار الاستجواب أهم مظاهر الرقابة الفعالة لمجلسكم الموقر على أعمال الحكومة. بس لا عفواً بس خلا ثبت الاستجواب قبل. آسف على المقاطعة. أي الأخوة، بتاريخ 10/2/2013 وجه هذا الاستجواب من الأخ العضو فيصل سعود الدويسان إلى السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعمل بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد تم إبلاغ السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية به فور تقديمه. وطبقاً لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. ويجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى 2 أسبوع على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس تأجيل لمدة مماثلة، ولا يجوز الإرجاء لأكثر من ذلك إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
هل يوافق المجلس على تثبيت نص صحيفة الاستجواب في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع؟ موافقة ويثبت في المضبطة. تفضل يا وزير الدولة شؤون مجلس الأمة وزير التنمية. شكرا أخي رئيس، بس نريد أن نؤكد مرة ثانية، تؤكد الحكومة من حيث المبدأ حق كل نائب في استخدام كافة الأدوات الدستورية ومن أهمها الاستجوابات، باعتبار الاستجواب أهم المظاهر الرقابة الفعالة لمجلسكم الموقر على أعمال الحكومة. ونظراً إلى التقاء أهدافنا جميعاً على تحقيق المصالح العليا للوطن لبناء المستقبل الأفضل وتعزيز الاستقرار لوطننا العزيز، ووفقاً لما هو مقرر أخي الرئيس بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أجازت لمجلسكم الموقر أن يؤجل الاستجواب لأي مدة يراها المجلس دون قيد أو شرط، وذلك مراعاة لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق التعاون البناء بين الحكومة والمجلس. ومن هذا المنطلق فإننا ننشد تأجيل الاستجواب الموجه للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لبداية دور الانعقاد الثاني في هذا الفصل، وذلك للأسباب التالية: إعطاء الوزير فرصة لتصويب الأخطاء ووضع ملاحظات مجلسكم الموقر موضع التنفيذ المناسب عملاً بالرسالة التي وجهها لنا صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بنطقه السامي في افتتاح دور هذا الانعقاد الأول بقوله إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بالاعتراف بالخلل وحسن تشخيصه وتحييد أسبابه ليتسنى الإصلاح الخلل ومعالجته على النحو السليم. كما نؤكد على أهمية إعطاء الوزير النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فسحة زمنية مناسبة يتمكن من خلالها تنفيذ برامجه وتحقيق المزيد من الإصلاحات في كافة المجالات، خاصة وأنه لم يمضي سوى شهران على تشكيل الحكومة. ثالثاً، نريد كما تكلموا أخواني زملائي الأفاضل هناك ما نريد أن نحقق المزيد من الاستقرار السياسي في بلدنا، خاصة وأن الحكومة كما أشرت لم يمضي على تشكيلها سوى شهرين، وغني عن البيان أهمية هذا الاستقرار السياسي في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية في كافة المجالات. كذلك ليتمكن الحكومة ومجلسكم الموقر من إنجاز الأولويات التي أقرها مكتب المجلس والحكومة. وفي الختام أؤكد أن أنبه لزملاء النواب الأفاضل نظراً لوجود الأخ المستجوب النائب الفاضل النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بوجوده خارج البلاد لتلقي العلاج، وندعو له جميعاً بالشفاء العاجل. لذا نكرر طلب الحكومة من مجلسكم الموقر بتأجيل مناقشة الاستجواب للدور الانعقاد القادم، وشكراً جزيلاً. تفضل الأخ فيصل دويسان. سيد الرئيس، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عفوا سيدنا صلح لي، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. صدق الله العلي العظيم. أتوجه بالخطاب إلى زملائي النواب الذين نحتكم لهم في هذه القاعة، إلى ضمائرهم. أرجو سيادة الرئيس أن يصمت الجميع حتى يستمعوا. أخ نبيل، لو سمحت بس تستريح يا جماعة. يا أخوان، سيد عدنان لو سمحت تستريح. وزير لو أخواني. سمحت تفضل. أخواني استريح. أخواني، خل نسمع الأخ المستجوب الأخ خلف. أخ لو سمحت أخ خلف، مو مشعلين تفضل استريحوا. استريحوا بس عشان ياخذ راحته بالكلام. أتفهم الطلب الحكومي عندما تطلب الحكومة مدة أسبوعين للوزير لأنه خارج البلاد، أو حتى لو كان داخل البلاد، لكن أن تطلب تأجيل الاستجواب إلى هذه الدرجة في دور الانعقاد المقبل أمر يدل على دلالة واحدة أن ثمة شيء تخفيه الحكومة وتخاف من مواجهته. كلنا صفقنا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك عندما اعتلى المنصة في جلسة علنية وواجه الحقائق في استجواب النائب صالح عاشور بكل أريحية، لم يخش شيء وكان واضح وقوي، وأنا أثني عليه وأقول ليت وزراء سمو الشيخ جابر المبارك يتعلمون من شجاعته كيف يواجهون، ليتهم تعلموا منه كيف تكون الشجاعة. استجواب سؤال عادي، واحد من أمرين، إما أنا كاذب في ادعاءاتي فيرد عليها الوزير، وإما أن أكون صادقاً فتكونوا قد ضيعتم على الصادق فرصته في إظهار الحقائق. أخاطب الضمير فيكم نخوة العروبة، استجوابي ليس متعلق بالثوابت الأمنية في البلد فقط، بل بكرامة الكويت، بكرامة الأمة العربية والإسلامية. لقد قامت شركة سينستار الكندية بخداع العرب والمسلمين، وقالت إنها شركة كندية، وقامت بتجهيز العديد من المشاريع في هذه الدول وتجسست عليها. حرمتموني من فرصة عرض الأدلة التي تثبت ماذا حدث في مصر، والجدال الذي جال في مصر ودار في مصر، والجدال الذي دار في العراق وغيرها من الدول التي فعلا كانت تهتم بهذه القضية. ما حدث، كنت أتوقع، أنا أحترم معالي وزير النفط، أول ما سمع بأحد محاور نائب المستجوب سعدون حماد قام بتشكيل لجنة. هذا على وله نكر، خلى رئيس الشركة ينكر، خلى ما أدري منه ينكر، وكيل وزارة الخارجية ينكر. يا جماعة، أنا من باب التعاون قدمت إلى المسؤول الأول عن الجمارك، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورقة تثبت أن شركة سينستار بما لا يدع مجالاً للشك. اسألوه، شركة تحت مظلة شركة ماغال الإسرائيلية. يا جماعة، أعلم أنكم جميعكم تكرهون الصهيونية، تكرهون إسرائيل. ما زلنا في حالة حرب منذ عام 1967 مع إسرائيل. يعني تدرون اللي تعاون مع إسرائيل ويمد يد العون إلى الشركات الإسرائيلية شنو جزاء في هذا القانون؟ تدرون؟ تدرون ايش كثر شهداء ودماء كويتية سقطت تقاتل دفاعاً عن الحق العربي؟ ليش قاعد نضيع هذا التاريخ المشرف؟ اليوم احنا نتحدث عن كرامة الكويت. ليش قضية مثل هذه ما تحتمل التأجيل؟ سنة كاملة؟ سنة كاملة؟ عادي كرامة الكويت؟ عادي الصهيونية؟ عادي؟ ما اعتقد عادي عندكم، لكن اعطوني فرصة اثبت بالدلائل بان ما ذهبت اليه هو الحق، وليقارع الوزير الحجة بالحجة. اما ان اكون كاذبا فاعتذر، اذا انا مخطئ اعتذر. شكرا، شكرا الأخ فيصل. شكرا، شكرا.
شكرا اخوي فيصل. انا احتاج الان احد واحد مؤيد واحد معارض. عندي الاخ مبارك النجاده، عندي الاخ مبارك الخرينج، واحد بواحد عندي. كافي معارض الاخ مبارك النجاده وفي مؤيد الاخ مبارك خرينج. مبارك خرينج مؤيد ومعارض. مؤيد اخ الرئيس تفضل. اخ مبارك خرينج خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو مشعل لو سمحت سري خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه دائما وأبدا نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخ الرئيس، أولا احنا نثمن أي نائب يقدم الاستجواب، والاستجواب حق دستوري لا أحد ينازعه، ولكن نحن بصدد استجواب له ظروف خاصة، والظروف الخاصة تتطلب منا أن نتعاون مع هذه الظروف. الكل يعلم، الكل يعلم أن معالي النائب الأول وزير الداخلية لديه ظروف صحية، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى أرض الوطن بالشفاء العاجل. أنا أتفق مع الأخ، أخ الرئيس، أنا أتفق مع الأخ النائب فيصل الدويسان بأن هناك مطلوب تحديد وقت، ولكن لا نستطيع أن نحدد الوقت يوم ولا شهر ولا شهرين إلى أن يأتي الوزير. أما قضية حرصنا وطنيتنا وقوميتنا العربية والإسلامية، ما أحد أخ فيصل في هذا المجلس يشك في ذلك، لا في وطنيتنا الكويتية ولا في قوميتنا العربية ولا في ديننا الإسلامي، ولا أن لنا موقف من العدو الإسرائيلي. أعتقد في هذا المجال، وهذه شهادة حق تقال. أخ الرئيس، أخ الرئيس لو سمحت، السيد الرئيس، أعتقد أن السيد الرئيس طرح عليك اقتراح في هذا المجال وطلب أن تشكل لجنة تحقيق، وهذه كلمة حق أقولها للسيد الرئيس، تشكل لجنة تحقيق إذا ثبت أن هذه اللجنة هناك شركة إسرائيلية نستطيع أن يلغى العقد. أخ الرئيس، هل نحن نريد العنب أم الناطور؟ ولكنك أخ فيصل أنت رفضت تشكيل لجنة تحقيق، إذا لم تعطي الفرصة، إذا ما هو الهدف؟ أنا لا أشك أن هناك أمور شخصية بينك وبين النائب الأول، ولكن كنت أتمنى ما دام ذكرت الأخ وزير النفط أول ما علم شكل التحقيق، وهذا شيء طيب ويشكر وزير النفط، ولكن ليش رفضت اقتراح السيد الرئيس لما طلب منك تشكيل لجنة تحقيق للتأكد إذا كان فعلاً أن هذه الشركة لها علاقة بالكيان الإسرائيلي؟ هذا حقيقة يعني أمر مستغرب. لذلك يعني من هنا أنا أعلن موقفي أنني مع تأجيل الاستجواب إلى ما بعد انتهاء دون عقاد، على الاعتبار أن ظروف معالي وزير الداخلية تتطلب منا ذلك. شكرا أخ الرئيس. شكرا لأخ، تفضل أخ فيصل دويسان نقطة نظام. النائب الرئيس، رغم أني يعني ما أخبرته بأي حوار بيني وبينك، لكن هو عنده معلومات يبدو. أمس قلناها بالاجتماع. أي أي. لا بأس. عموما عادة القوة في الاستجواب هي بالساعة والنصف التي أملكها أقدم بها الدلائل وأستدل بها على الرأي. سيد رئيس مجلس الأمة قاضي ويعرف بأن من حق أي مترافع أن يعرض أدلة وأن يقدم ما لديه،
لجنة التحقيق، حتى يمكنني أن أطرح لجنة تحقيق في مجلس الأمة تشكل، يجب يعني ما راح أخذ الوقت الكافي في ذلك، هذا واحد. اثنين، قد لا أحصل على الموافقة. ثلاثة، مبادرة الوزير بنفسه أن يشكل لجنة تحقيق تشكل علامة فارقة في 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 هذا الاستجواب. مسألة أن الوزير يعاند وإحنا نوقف وياك ونشكل لك لجنة تحقيق، لا. أنا اللي أبي دقيقة بعد دقيقة، وايد شبيرة عندي لما الوزير بدل ما يعاند ويشك ويجعل بعضا من الصحف ترد علي، بينما تقوم هذه الصحف بحجب كل الأدلة اللي قدمتها على إسرائيلية الشركة، تمتنع الصحف ويقولوا لي الصحفيين أوامر عليا. أوامر عليا من منو؟ من رؤساء التحرير، ما ننشر أي شيء لك. طيب، لا بالمجلس تبون تخلوني أحكي، لا بالصحافة تبون تخلوني أحكي، ولا أنا من اللي أروح حق قناة الجزيرة أشتكي على بلدي، لا أبداً. أنا كويتي قلبي على هالديرة، ولاي لسمو الأمير، مو أنا اللي أشتكي على بلدي، أبي أشتكي لكم أنتوا، حكومتي، نوابي، الناس اللي فزعوا لسمو الأمير في مجلس الصوت الواحد. يبا إذا أنت ربعي مو قادر أفضفض لكم وأقول لكم اللي بقلبي، من حق أروح؟ خافوا على سمعة الديرة. تبون شكلوا لجنة؟ شكلوها الحين، يلا أنتوا فيها، أنتوا فيها، شكلوها الحين. شكرا اخ فيصل، تفضل اخ مبارك النجاده، مؤيد معارض، واحد بواحد خلصنا. اخ محمد معارض تفضل، اخ مبارك النجاده خمس دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا بدون شك مع التعاون ما بين السلطتين، ايضا احنا بدون شك ننشد الاستقرار بعد هذا الشوط الطويل ما بين المجلس والحكومه وما انعكس على الساحه المحليه، هذا غير خافي علينا. أيضا احنا نحترم خيارات النواب طالما هي وإجراءاتهم طالما هي لائحية ودستورية، ولكن يجب أن يكون واضح لدى الأخوة النواب وأيضا لدى الحكومة، هذه الممارسة وهذه الطريقة في التعاطي مع الاستجوابات لا هي زينة للمؤسسة التشريعية، وأيضا هي حتى مو زينة حق الحكومة. يا أخوان، إحنا مؤتمنين على هذه المؤسسة التشريعية وعلى دورها في استقرار البلد، في تطوير البلد، في الرقابة، في إيقاف الفساد. مو معقولة. أنا أتفهم أن يؤجل الاستجواب مدة أسبوعين، أتفهم أن يؤجل الاستجواب مدة شهر. طبعا بلا شك إحنا من حيث المبدأ نقدر العرض الصحي لوزير الداخلية ونتمنى له الشفاء العاجل وأنه يرجع إن شاء الله يمارس دوره، ولكن هل سيمتد العارض الصحي إلى بداية دور الانعقاد القادم؟ على فكرة التأجيل يا أخ فيصل دويسان، التأجيل ما راح يكون 6 أشهر، التأجيل إلى بداية دور الانعقاد معناته 11 شهر وليس 6 أشهر. لذلك أكو هناك حقوق لهذه المؤسسة التشريعية، وهناك دور لهذه المؤسسة التشريعية من خلال الرقابة، هذا الدور سيلغى من خلال هذه السياسة وهذه السنة. طيب إذا كان هناك استجواب واحد لظروف معينة سيؤجل إلى بداية الدور الانعقاد، فما بال الاستجوابات الثانية؟ واضح الآن نحن أمام سنة جديدة أن كل استجواب سيقدم سيرحل إلى بداية الدور الانعقاد القادم. أنا أسأل الأخوة النواب اللي ينشدون الاستقرار، هل هذا جيد حق مجلس الأمة؟ هل هذا زين حق صورة مجلس الأمة أمام الناس؟ يا أخوان، قبولكم بهذه السنة أن تستمر كل استجواب يؤجل إلى دور الانعقاد القادم، معناته أنتم قاعد تظهرون مجلس الأمة بصورة غير جيدة، ما بأوصفه بوصف أكثر من هذا. فبالتالي أنا أطالب الأخوان وأيضا أطالب الحكومة، التأجيل يجب أن يكون إلى مدة معقولة، إما إلى 2 أسبوع أو إذا كان هناك عارض صحي إلى 1 شهر أو حتى 2 شهر، لكن ليس إلى بداية دور الانعقاد القادم. الخلاصة، الوزراء أيضا والحكومة هم بشر،
احنا باتخاذنا كمجلس أمة لهذا الإجراء سنجعل بصراحة الوزراء يتراخون، لأن عندنا أداة رقابية نحن بإيدنا ألغناها، عندنا أداة رقابية احنا تنازلنا عنها طواعية، فبالتالي هذا سينعكس تراخي لدى الحكومة. وإحنا أساساً عندنا بعض الملاحظات هنا وهناك لدى هذا الوزير أو في تلك الوزارة، فإحنا شلون نقبل بأن كل استجواب، وأنا أعرف أن الاستجوابات الأربعة وأي استجواب قادم سيعامل بنفس الطريقة، سيرحل إلى بداية دور الانعقاد القادم. فهل أنتم تقبلون كمجلس أمة أن تتنازلون طواعية أنتم المؤتمنين على مصير هذه الدولة وفي هذا الظرف الحساس اللي احنا فيه؟ هل أنتم تقبلون أن تتنازلون عن أداة دستورية أعطاكم إياها القانون والدستور والشرع، طواعية بدون أي ضمانات أشبه بالتوقيع على شيك على بياض؟ هذا التصرف لا أتصور أنه يليق بالمؤسسة الدستورية. وأيضا أنبه الحكومة، يا حكومة إذا إحنا كنا فريقين نختلف يا أخي ما يصير أنتم يعني في كل قضية، بصراحة أنا أشبهها مثل الشخص اللي ما يبي أي هدف يدخل على مرماه بس بدون روح رياضية، يعني في أشياء أنتم تمشي نعم لكن في أشياء يجب أن تراعون فيها مجلس الأمة، لا تكتفون أن عندكم مجموعة تقدر توافق لكم على التصويت، ترى هذا على المدى القصير ينفع بس على المدى المتوسط والبعيد والله سيضر حتى الحكومة، سيضر حتى الحكومة. لذلك أنا أطالب إخواني النواب والنائبات أن يكون التمديد إلى مدة معقولة أسبوعين وبعدها نقرر، أو بالكثير طالما أن هناك عارض صحي إلى مدة شهر على أبعد مدى، بعدها يحضر الوزير ويتحدث ونشوف شو نسوي. شكراً شكراً أخوان، أبي أصوت ونخلص وجهات النظر. نقطة نظام أخ محمد، نقطة نظام أخ سعدون، نظام يا تفضل أخ محمد وأخ سعدون، تفضل أخ محمد. شكراً أخ الرئيس. طبعاً أنا مؤيد للاستجواب، ولكن للعرض الصحي اللي تعرض له وزير الداخلية أطلب من المجلس ومن الأخ المستجوب تأجيل الاستجواب لمدة شهرين على أن تشكل لجنة تحقيق في هذا الموضوع. أنا عندي طلب من الحكومة أصوت عليه، إذا ما مشي نصوت على مقترحك. هذا المقترح راح نقدمه لك الحين. تفضل أخ سعدون حماد. شكراً للأخ الرئيس. الأخ الرئيس يجب على أن نخالف اللائحة، المادة 135 من اللائحة، لمن وجه له استجواب أن يطلب من مد الأجل المنصوص عليه في الفترة السابقة إلى أسبوعين على أكثر فيجاب لطلبه، فالمفروض الوزير يطلب أسبوعين، فهو تخطى المادة 135 من اللائحة الداخلية، فيجب الأخ الرئيس أن نتقيد في اللائحة، اللائحة واضحة جداً، المادة 135 الوزير يطلب أسبوعين فقط، إنما أن يطلب دور عقاد كامل يجب أن نتدرج في هذا الموضوع. لذلك أخ الرئيس سواء الوزير المواصلات أو وزير الداخلية، المادة واضحة جداً يطلب أسبوعين فقط. المادة ما اشترطت. نعم؟ المادة ما اشترطت أنه تكون بالدور، اشترطت شيء واحد، إذا كان التصويت لأسبوعين أو أسبوعين آخرين يكون التصويت لأغلبية الحضور، إذا أكثر من تلك أكثر من مدة الأسبوعين يشترط أن يكون أغلبية أعضاء اللي تكون منهم مجلس يعني أقل شيء 33، هذا الفرق بين الأسبوعين أو أكثر من ذلك، ولم تشترط أن يكون بالدور. ميكروفون صوت تفضل. الأخ الرئيس ما يصير نساوي الاستجوابات ونمدهم في نفس الموضوع، في استجواب مستحق وما يحتمل التأخير، استجوابات واضحة جدا، فأنا أخشى الأخ الرئيس أنه ينسحب على جميع الاستجوابات، وهذا مبدأ مرفوض الأخ الرئيس. في إحنا قدمنا استجواب لوزير النفط وحدد الجلسة في تاريخ 5/3، ما نبي كذلك وزير النفط الآن يتعذر والله أنا بعد مريض نفس وزير الداخلية، هو صاحي ما في شيء، فما نبي مد الأجل كذلك، استجواب مستحق، شركات إسرائيلية واعترف وزير النفط وهناك طبعا خسائر بالمليارات سواء في الصين في تلام روتردام الترقيات تجاوز الترقيات، يعني استجواب مستحق واضح،
لذلك الأخ رئيس نتمنى في الاستجواب القادم نتمنى في الاستجواب شكرا شكرا الأخ سعد الحماد نتمنى خلاص. في الاستجوابات القادمة نقطة نظام عبد الحميد تفضل عبد الحميد دشتي دقيقة واحدة شكرا الأخ الرئيس لا بس مو دقيقة واحدة الأخ الرئيس الأخ الرئيس الميكروفون صار عندي أخ سعدون وصلت وجهة النظر وصلت الأخ الرئيس المادة 135 تعطي الحق لحظة عفوا أخوي عبد الحميد خلي كمل كلامه وأعطيك الدور ولا يهمك تفضل الأخ سعدون الأخ الرئيس أرجو أنك تتقيد في اللائحة المادة 135 واضحة جدا نعطيهم أسبوعين فقط رجاء التزم في اللائحة أرجو أن تقرأ اللائحة واضحة جدا فالوزير يطلب أسبوعين فقط وبالتالي واضحة كمل اللائحة للنهاية مو أول سطرين بس أكمل لك أخي شوف مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على أكثر فيجاب إلى طلبة أسبوعين على أكثر كمل خليك معي المادة ما شرطت التدرج لحظة الأخ الرئيس أنا أتكلم بالتدرج أي المادة ما شرطت ياخذ أسبوعين هو ما تدرج هو طاف على طول فيجب أن يتدرج ياخذ أسبوعين في الأول ما أخذ أسبوعين المادة لم تشترط مثل التدرج مثل ما احنا قاعد نتجرد في الاستجواب أسئلة في البداية وبعدين استجواب شكرا على التدرج يا أخ الرئيس شكرا تفضل أخ عبد الحميد دشتي الأخ الرئيس الأخ الرئيس المادة 135 واضحة المادة 135 واضحة لو سمحت أخ فيصل المادة 135 واضحة احنا صحيح مستكثرين على الحكومة لما تجي وتطلب بداية دور الانعقاد وخاصة وإن الحكومة عليها من المآخذ والإخوان استجواباتهم مستحقة ولكن احنا في التزام أدبي عاهدنا فيه سمو الأمير الله يحفظه عاهدنا فيه الشعب الكويتي 6 شهور ما في استجوابات بالتالي أن نصدم باستجوابات مستحقة وإن كانت ليس هناك خطراً قد حل وداهم الكويت ولا يمكن تداركه إلا بهذه الاستجوابات ليش تحطونا بهالموقف الحكومة تطلب طلب محدد تقول كما جاء في يا أخوان خلاص شكرا أخ عبد شكرا 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 دكتور عبد الحميد شكرا شكرا دكتور عبد الحميد يا أخوان تصويت نداء بالاسم على الموافقة بطلب الحكومة إلى تأجيله إلى دور الانعقاد القادم أحمد حاجي لاري غير موافق أحمد خالد الصباح موافق أحمد عبد المحسن المليفي غير موافق أنس خالد الصالح موافق بدر غريد البذالي موافق جابر مبارك الصباح موافق حسين علي القلاف غير موافق حماد مناح الدوسري موافق حمد سيف الهرشاني موافق خالد حسين الشطي غير موافق خالد رفاعي الشليمي غير موافق خالد سالم العدوة غير موجود خلف دميثير العنزي موافق خليل إبراهيم الصالح غير موافق دكتور خليل عبد الله علي غير موافق ذكرى عايد الرشيدي موافقة دكتور رولا عبد الله دشتي موافقة سالم ثيب لدينا موافق سعد علي الرشيدي موافق سعد فهد البوص موافق سعدون حماد العتيبي غير موافق سعود نشمي الحريجي موافق سلمان صباح الصباح موافق صالح أحمد عاشور غير موافق صباح خالد الصباح موافق صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة دكتور صلاح عبد اللطيف العتيجي موافق طاهر علي الفيلشاوي موافق عادل مساعد اليار الله موافق دكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق دكتور عبد الرحمن صالح الجيران ممتنع عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم موافق عبد الله إبراهيم التميمي غير موافق عبد الله يوسف المعيوف موافق عدنان إبراهيم المطوع عدنان إبراهيم المطوع
غير موافق. عدنان سيد عبد الصمد غير موافق. عسكر عويد العنزي موافق. فيصل سعود دويسان غير موافق. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي موافق غير موافق. مبارك بنية العرف موافق. مبارك صالح النجادة غير موافق. دكتور محمد براك الهيفي موافق. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد ناصر الجبري موافق. محمد ناصر البراك موافق. دكتور مشاري ظاهر الحسيني موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك غير موافقة. ناصر عبد الله الشمري موافق. ناصر عبد المحسن المري موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف موافق. نبيل نوري الفضل موافق. نواف سليمان الفزيع غير موافق. هاني حسين شمس غير موافق. هاني عبد العزيز حسين موافق. هشام حسين البغلي غير موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موافق. دكتور يوسف سيد الزلزلة غير موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. خالد سالم العدوة موافق. علي فهد الراشد موافق. حضور 61، موافقة 39، عدم موافقة 21، امتناع 1، موافقة ويؤجل الاستجواب إلى دور الانعقاد القادم. البند التالي أخوان إحنا بس ناخذ. تفضل سمو رئيس مجلس الوزراء. شكرا يا أخوان. رئيس لا يسعني في هذه المناسبة أخ الرئيس إلا أن أشكر المجلس على القرار الحكيم اللي اتخذه فيها، فباسمي وباسم اخواني الوزراء نتقدم بالشكر لكم اخ الرئيس والاخ النائب والاخوان ايضا في اعضاء مجلس الامه. اخ الرئيس، المشكله مو مشكله في الاستوابات، المشكله في توقيتها. الان راح ندخل في نفق مظلم واحنا امامنا إنجازات كثيرة يطلب منها الشعب الكويتي هذا الشيء، والأمير نفس الشيء يطلب منا هذا ذلك. فأنا أعتقد القرار الصائب اللي اتخذتوه فهو راح يثلج صدر الكويتيين فعلا. والآن نلتفت للإنجازات ولتنمية البلد. شكر لكم مرة ثانية وشكر لإخواني النواب في هذا. شكرا سمو رئيس مجلس الوزراء. إخوان، بس أنا عندي موضوع كان واقف من الجلسة اللي طافت، اللي هو برنامج عمل الحكومة، فبس أبي أخذ موافقتكم بإحالته إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري لمناقشته، أو عفواً لدراسته، وأيضاً تقديم تقرير في شأنه إلى المجلس. موافقة؟ موافقة. في مقترح الأخ أحمد لاري. أيضا بأخذ موافقتكم بالنسبة لحالات، هل يوافق المجلس على جميع الحالات الواردة في جدول الأعمال وحالتها حسب ما هو وارد في هذا البند، استنادا للمادة 113 من الدستور والمادتين 154 و156 من اللائحة الداخلية للمجلس. موافقة؟ موافقة لحالات. الحين بس أنا هذه الحالات الحين راح أدخل بالمقترح. برنامج عمل الحكومة يحال إلى لجنة خطاب، لجنة الجواب على الخطاب الأميري لدراسته. اللجنة المالية عندها قضايا كثيرة. الحين أنتم خلصتوا من تقريركم، تكونون يكون عندكم هذا الموضوع. موافقة أن نحيل اللجنة المالية. تفضلي وزيرة الدولة شؤون مجلس الأمة. تفضلي أخ رئيس. ما انتهت الجلسة يا أخوان. أخ رئيس ما انتهت الجلسة.
ما انتهت الجلسة بعد نص ساعة. وين رايحين؟ تفضلي. أخ رئيس، حسب اللائحة بعد مناقشة برنامج عمل الحكومة يحال إلى الحكومة وليس لأي لجنة من لجان المجلس. شكرا. تفضلي دكتورة معصومة. أخ الرئيس، صح إذا كان المجلس قد وافق على برنامج عمل الحكومة فبالتالي فعلا يحال إلى الحكومة، ولكن المجلس كان عنده عدة ملاحظات، بل جميع أعضاء المجلس أبدوا ملاحظاتهم، فمن باب أولى أن يتم دراسة من اللجنة المختصة. شكرا. لا لابد. تفضل وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء. لخ الرئيس، أنا بس بودي إذا تسمحون لي يعني مع كل تقدير يا ريت بس نلتفت إلى اللائحة ونقوم بتطبيق صريح لما ورد في اللائحة من واقع الذاكرة وليس القراءة، لأن ما مداني أني أطلع عليها. النص اللائحة الخاص في برامج الحكومة هو أن يتم إحالة الحكومة بعد الانتهاء من المناقشة. إذا في ما يسمح خلاف ذلك يا ريت أحد الأخوة أو سعادة الرئيس تبينونا باللائحة. إحنا ما عندنا أي مانع للتعاون معاكم وفق ما هو مرسوم باللائحة، وإذا رأيتوا ووجدتوا بأن اللائحة مقصرة في بعض الأمور لا ما لدينا كذلك التعاون معاكم من أجل تصويب الخطأ الوارد في اللائحة. شكرا أخي الرئيس. تفضل سيد عدنان عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد عدنان عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لأخي الرئيس. اللائحة ما فيها ما يمنع من إحالة الموضوع إلى أحد اللجان، لم تنص على إحالته، ولكن ما يمنع وكثير من القضايا بما فيه اليوم بأن الوزير الذي وجه إليه الاستجواب ما في باللائحة أن وزير آخر يقوم بداله، ولكن اللائحة لا تمنع ذلك. أيضا هذا الموضوع اللائحة لا تمنع من إحالته إلى لجنة، وبالتالي الأخ الرئيس أنت أخذت قرار، خلاص أنت أخذت قرار وتم الموافقة عليه بإحالته إلى لجنة الخطاب الأميري، وهذا موجود في المضبطة، فما يصير إعادة أيضا التصويت. شكرا لأخ الرئيس. صحيح. تفضل يا وزير الدولة. أخ الرئيس، اللائحة صريحة وواضحة بأن بعد مناقشة برنامج عمل الحكومة يحال برنامج عمل الحكومة إلى الحكومة بعد المناقشة. هذا اللائحة واضحة وصريحة. اقرأ المادة فيها. لهذا السبب أخي رئيس نحن رفعنا إيدنا، وكان الأساس أنه ترحال بعد المناقشة. اقرأ المادة دكتورة. إن شاء الله. المادة 98 المذكرة التفسيرية، المادة 98 من الدستور دكتورة اقريها. مذكرة التفسيرية المادة 98 من الدستور. أخي الرئيس، أوجبت هذه المادة على كل وزارة جديدة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ولكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في الحكم طرح موضوع الثقة بها على المجلس، بل اكتفت بإبداء المجلس ملاحظاته بصدد هذا البرنامج، والمجلس طبعاً يناقش البرنامج جملة وتفصيلاً ثم يضع ملاحظاته مكتوبة. أخ رئيس بس خليني أكمل ويبلغها رسمياً للحكومة وهي كمسؤولة في النهاية أمام المجلس. لابد أن تحل هذه الملاحظات المكان اللائق بها والمجلس المذكور. أخ الرئيس المضبطة تأتي جميع الملاحظات
أقرت من خلال إقرار المضبطة في هذا الإطار، وتم إقرار المضبطة اليوم أخي الرئيس على هذا الموضوع، فإذا جميع الملاحظات تم إقرارها بالمضبطة وهذا كان كتابيا. تفضل وزير الدولة شو مجلس وزراء، إن شاء الله جايكم جايكم. تفضل. شكرا أخي الرئيس. من اللي واقف أخي الرئيس؟ الأخ الرئيس بعد منك عشان ما نسن يعني سن لا قاعد أقول العفو. الأخ الرئيس بعد منك عشان ما نبدي بداية خاطئة وتبنى عليها كذلك، أنا ما لا تبنى عليها سوابق. الأخ الرئيس يوجد سوابق في المجالس السابقة بأن يتم استفتاء الخبير الدستوري للمجلس، فأستأذن ما عليكم تم سؤاله وقال يحال إلى اللجنة. قال نعم. عندكم رأي بأن نعم. جواز إحالة اللجنة؟ أي نعم، إحالة إلى اللجنة. تفضل سيد يوسف زلزلة. دقيقة الأخ الرئيس، أتعجب من الحكومة، إحنا نبي نساعدكم، إحنا نبي نعطيكم شيء جاهز، إحنا راح نختصر كل هذه الملاحظات ونكتبها لكم مرتبة مهيئة مفصلة من أحلى ما يمكن حتى تأخذونها وتنفذونها. أنا أتعجب ليش ما يبون، يعني هذا أول مرة أشوف ناس ما تبي أحد يساعدها، فلذلك الإجراء اللي سويته أنت الأخ الرئيس هو إجراء صحيح 100% ونمشي عليه خلاص. شكرا. في أخوان بس أبي التصويت منكم فتح باب ما يستجد من أعمال لأن عندي تقرير. إحنا للجنة خلاص، إحالة البرنامج. موافقة لإحالته للمالية بدل موافقة، ماشي إحالة للمالية. يا أخوان أفتح باب ما يستجد من أعمال لأني عندي مقترح. يا أخوان لو سمحتوا يا أخوان عندي مقترح، راح افتح فيه باب ما يستجد من اعمال بتشكيل لجنه تحقيق في العقد اللي جاي في استجواب وزير الداخليه، بتشكيل لجنه تحقيق من المجلس للبحث حول هذا العقد ومدى صحه المعلومات اللي ثارها الاخ فيصل الدويسان على اسرائيل. موافقه على فتح باب ما يستجد من اعمال؟ خلي اقرا الاقتراح الاخ الامين العام اول. تفضل. السيد رئيس مجلس الامه المحترم، تحيه طيبه وبعد، نحن الموقعون أدنى نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن التعاقد مع شركة سينستار الإسرائيلية من قبل وزارة الداخلية. مقدم الطلب دكتورة معصومة المبارك، صفاء الهاشم، محمد الجبري، ناصر المري، فيصل الكندري. إذن هذا المقترح بتكليف الحكومة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر، وفي حالة ثبوت هذا يعرض على المجلس. موافقة. في مقترح مقدم الأخ أحمد لاري وآخرين. تفضل الأخ الأمين العام.18 تقرير الثامن التكميلي للتقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون في شأن التأمين ضد البطالة والاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء ذات العلاقة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 5/2/2013. مو المجلس، تكليف الحكومة تشكيل لجنة التحقيق مو المجلس. موافقة. تفضل مقرر اللجنة. قانون البطالة أول شيء.
تفضل أخ مبارك نجادة. بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع هذه الشركة التي يقال أنها إسرائيلية، اللجنة من المجلس ولا لجنة حكومية؟ بس الحكومة. بس المقترح المقترح يقول من المجلس. لا قرار الأمين العام. وين المري؟ هذا المقترح أقرأ لكم إياه. معصوم؟ برلماني؟ نحن لا أنا أقرأ لكم إياه، هذا أنتم موقعين عليه. نحن الموقعين عندنا نتقدم بتشكيل لجنة تحقيق بشأن التعاقد مع شركة استشارات إسرائيلية من قبل وزارة الداخلية. هذا هو الموقع عليه دكتورة معصومة، صفاء الهاشم، محمد جبري، ناصر المري، فيصل كندري. هذا المقترح لأمامي. هذا المقترح، هذا المقترح، ما عندي مقترح ثاني بعد هذا المقدم. أنا أقرأ اللي أنتم مقدمينه، مو أنا اللي مقدمه. سمو الرئيس. لا لا عفوا، التعاقد دكتور من قبل وزارة. هل الحكومة عندها استعداد لتشكيل لجنة تحقيق في العقد المنوع عندنا في الاستجواب في وزير الداخلية؟ في مانع سأخذ. ما عندكم مانع وتوافون المجلس. نعم وتوافون المجلس بنتيجة هذا التحقيق. نعم موافق الحكومة. خلاص هذا المقترح، اللي عنده تعديل على المقترح يقدمه. دكتورة معصومة تفضلي. سيد رئيس مجلس الأمة المحترم، تحية طيبة وبعد، نحن الموقعين عندنا نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن التعاقد مع شركة سنستار الإسرائيلية من قبل وزارة الداخلية، يعني وزارة الداخلية التي قامت بالتعاقد. وزارة الداخلية هي التي قامت بالتعاقد، فمن قبل تعود إلى فعل التعاقد وليس أن هي تشكل اللجنة. واضح مقترحكم كذي يعني، واضح. تفضل الأخ رئيس لجنة الداخلية والدفاع الأخ عسكر. الأخ الرئيس، أول شيء احنا نرفض أن كلمة شركة إسرائيلية لأنه مجرد افتراء إلى الآن، ما صار تأكيد، فليش نخلي العالم والدولة كلها تتكلم عن مجلس الأمة كأن احنا متطبعين مع إسرائيل، وأن أول دولة خليجية رفضت تتطبع مع إسرائيل هي دولة الكويت. أي واحد يفتري على وزير ولا ما خلص المعاملة ولا ما حط لي، قال لك شركة إسرائيلية، وين شفنا شركة إسرائيلية؟ في شركات عالمية، ممكن شخص إسرائيلي، أنا الحين بالكويت ممكن مساهم شركة أمريكية، ممكن شخص إسرائيلي مساهم في شركة عن طريق الأسهم، هذا الشيء ممكن تحقق فيه، لكن خليتونا مع شركات إسرائيلية أو وزارة الداخلية متعاون، هذا كلام غير صحيح. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في لجنة وزارة الداخلية والدفاع تعديتونا ولا كأنه في لجنة، صارت 20,000 لجنة داخل المجلس. أجل إحنا إيش حق عندهم باللجان؟ نسكر مفاتيح اللجان وخلاص. يعني تقترح تكليف لجنة الداخلية والدفاع؟ ها؟ تقترح تكليف لجنة الداخلية والدفاع تعديلاً على إذا الإخوان؟ كان هم ما حددوا. إذا كان المقترح مقدم إن تشكل لجنة في مجلس الأمة، أنا أقترح الحكومة تحول لجنة الداخلية والدفاع. مو الحكومة، وإحنا المجلس. وإحنا الحكومة. المجلس حققنا اكثر من القضايا. موافقة دكتورة معصومة تشكيل لجنة تكليف لجنة داخلية انتم مقدمين. اوكي اذا في حق راح نطرح. طيب ان شاء الله ماشي، يعدل الاقتراح. اذا بعد التعديل اللي قدمتوه راح اقرا لكم الاقتراح بعد التعديل. هل يوافق المجلس؟ يا جماعة بس انتبهوا انتبهوا، خلي اقرا المقترح بعد التعديل. هل يوافق المجلس بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق بشأن التعاقد مع شركة سنستار الإسرائيلية سنستار من قبل وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية تكليف لجنة داخلية على أن تكون خلال 3 أشهر تعطينا الرد بهذا الموضوع؟ ماشي. وزير الدولة شؤون مجلس الأمة تفضلي دكتورة رولي. أخ رئيس، بس الواضح أخ رئيس، الحكومة ليس لديها مانع بتشكيل لجنة، بس اللجنة تكون بتحقيق في العقد المبرم مع الشركة بدون ما ينحط على جنسية الشركة، لأنه لا أحد يعرف الإدعاءات. العقد المبرم، العقد شركة سنستار مع وزارة الداخلية. العقد مع شركة سنستار صح، مع وزارة الداخلية. مع وزارة الداخلية موافقة؟ في أحد معترض؟
لا إيه لجنة الداخلية والدفاع تكلف خلال 3 أشهر تجينا بالتقرير. موافقة؟ تفضل أخ فيصل دويسان، تفضل. سيد الرئيس، أول شيء جماعة 3 أشهر، 3 أشهر وايد، 3 أشهر وايد. أنا بأسبوع يا أخ عسكر اسمعني، 3 أشهر وايد. أنا بأسبوع ترى طلعت هذه المعلومات عبر الإنترنت وعبر الاتصالات في كندا. هذا واحد. اثنين، اللجنة بحاجة إلى من يتحدثون اللغة الإنجليزية ويقرؤون الإنجليزية، لأن ما في شيء بالعربي. في مترجمين، ما في شيء بالعربي، في مترجمين بالمجلس. عسكر كل يوم لندن، عسكر سبيك لندن. يا جماعة موافقة؟ ما في اعتراض؟ محمد خلنا نخلص أرجوك يا أبو عبد العزيز، خلاص نبي نخلص. موافقة ننتقل، موافقة وانتقل إلى البند التالي. موافقة، تفضل. القانون البند التالي لأخ الأمين العام. شكرا لأخ. 18 تغرير الثامن التكميلي للتغرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون في شأن التأمين ضد البطالة والاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء ذات العلاقة والتي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 5/2/2013. يوافق المجلس تثبيت القانون دون التلاوة؟ موافقة. تفضل المقرر اللجنة. أوكي. شكرا لأخ رئيس. يا أخوان، هذا تذكرون المرة اللي فاتت تكلمنا على موضوع قانون التأمين ضد البطالة وتم الموافقة عليه في المداولة الأولى. كان في ملاحظات لبعض الإخوان عن الموظفين الكويتيين الذين يتم إجبارهم على الاستقالة، وإحنا بالفعل لما رجعنا في اللجنة المالية على قانون العمل 6/2010 وقانون التأمينات، الموظف الكويتي سواء أجبر على الاستقالة أم لم لا يستحق نهاية الخدمة. حاضر. مكافأة نهاية خدمة تصرف له الإجازات الخاصة وبدل إنذار 3 شهور. عملنا التعديلات على مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة التالي، عدلنا على الديباجة بإضافة قانون حماية الأموال العامة الأخ رئيس، تعديل المادة الثانية بإضافة الشركات العامة التي تملك الدولة فيها نسبة لا تزيد عن 25%، تعديل المادة الثالثة بإلغاء بند رقم 2 والخاص بانتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، تعديل المادة 12 بإضافة فقرة ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر. شكرا لأخ رئيس. يا أخوان على هذه التعديلات في أحد عنده ملاحظة؟ بتكلم، تفضل وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. أخ رئيس، نحن نشكر اللجنة على الجهود اللي قامت فيها في هذا القانون المهم، بس أخ رئيس يمكن في لبس عند الأخوة بالتعديل اللي قاموا فيه على المادة الأولى. نحن نؤكد معهم الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القانون، لكن ما أتت العبارة قلصت عدد المستفيدين وليست زادت عدد المستفيدين. أخ رئيس، العبارة اللي أضافت تسرى أحكام هذا القانون على كل كويتي، مادة الأولى صفحة 2 تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في الشركات العامة التي تملك الدولة فيها نسبة لا تزيد عن 25% من الرأس المال. المفترض أخ الرئيس أن تكون في الشركات العامة التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 25% وليس لا تزيد، لأنه في بعض الشركات إذا الحكومة تملك فيها 60% والموظف استقال أو تفنش لا يحصل على إعانة من بدل البطالة، فيجب أن تلغى كلمة لا وتبقى تزيد عن 25%. لتحقيق الهدف. شكرا. موافقة؟ موافقة. موافقة.
تصويت نداء بالاسم. أحمد حاجي لاري موافق. أحمد خالد الصباح موافق. أحمد عبد المحسن المليفي غير موجود. أنس خالد الصالح غير موجود. بدر غريد البذالي غير موجود. جابر مبارك الصباح. جابر مبارك الصباح موافق. حسين علي القلاف غير موجود. حماد مناح الدوسري موافق. حمد سيف الهرشاني موافق. خالد حسين الشطي غير موجود. خالد رفاعي الشليمي موافق. خالد سالم العدوة موافق. خلف دميثير العنزي غير موجود. خليل إبراهيم الصالح موافق. دكتور خليل عبد الله علي موافق. ذكرى عايد الرشيدي موافقة. دكتور رولا عبد الله دشتي موافقة. سالم ثيب لذينه موافق. سعد علي الرشيدي موافق. سعد فهد البوص موافق. سعدون حماد العتيبي غير موجود. سعود نشمي الحريجي غير موجود. سلمان صباح الصباح موافق. صالح أحمد عاشور غير موجود. صباح خالد الصباح موافق. صفاء عبد الرحمن الهاشم موافقة. الدكتور صلاح عبد اللطيف العتيجي موافق. طاهر علي الفيلشاوي غير موجود. عادل مساعد اليار الله موافق. الدكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق. الدكتور عبد الرحمن صالح الجيران غير موجود. عبد العزيز عبد اللطيف ابراهيم غير موجود. عبد الله ابراهيم التميمي موافق. عبد الله يوسف المعيوف موافق. عدنان ابراهيم المطوع موافق. عدنان سيد عبد الصمد موافق. عسكر عويد العنزي موافق. فيصل سعود دويسان غير موجود. فيصل محمد الكندري موافق. كامل محمود العوضي موافق. مبارك بني العرف غير موجود. مبارك صالح النجادة موافق. دكتور محمد براك الهيفي موافق. محمد عبد الله الصباح موافق. محمد ناصر الجبري موافق. محمد ناصر البراك غير موجود. دكتور مشاري ظاهر الحسيني موافق. مصطفى جاسم الشمالي موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك. دكتورة معصومة صالح المبارك. دكتورة معصومة صالح المبارك موافقة. ناصر عبد الله الشمري موافق. ناصر عبد المحسن المري موافق. دكتور نايف فلاح الحجرف غير موجود. نبيل نوري الفضل موافق. نواف سليمان الفزيع غير موجود. هاني حسين شمس موافق. هاني عبد العزيز حسين موافق. هشام حسين البغلي موافق. يعقوب عبد المحسن الصانع غير موجود. دكتور يوسف سيد زلزلة موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. طاهر الفيلشاوي موافق. أحمد عبد المحسن المليفي موافق. بدر البذالي موافق. علي فهد الراشد موافق. سعدون حماد العتيبي موافق. الحضور 47 موافقة 47 موافقة ويحال إلى الحكومة. اللي بعده خمسة وثلاثين التغيير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة. 35 تسلسل 35 بالجدول.
هل يوافق المجلس على تثبيت تقرير في المضبطة دون تلاوته اكتفاء بالتوزيع؟ موافقة؟ تفضل مقرر اللجنة. أي مادة؟ شكراً الأخ رئيس. التقرير حالياً بخصوص الصندوق الوطني لرعاية تنمية المشروعات الصغيرة، كان في عدد من الاقتراحات وقدمت اللجنة تقريرها إلى الأمانة العامة عن الاقتراحات بالقوانين، ووصلنا اقتراح بقانون في نفس الموضوع مقدم من مجموعة من النواب. تبين أنه هو مطابق تماماً الأخ رئيس الاقتراح الأول اللي درسته اللجنة وقدمت تقريره إلى المجلس. شكرا الاخ رئيس. تحب التصويت مباشره ولا كان؟ يا اخوان النصاب اخ سعدون، اخوان نحتاج النصاب، نصوت الحين وبنمشي، بس تصويت النصاب، بس نحتاج التصويت. الاحد اللي مقدم التعديلات على هذا القانون يتفضل مقدم تعديل، اللي لحق انه يتكلم، اللي مقدم تعديلات على المداوله الثانيه، اللي فقط اللي مقدم تعديل على القانون. هذه مداوله ثانيه، مشروعات صغيرة أولى. لا عفوا عفوا عفوا، هذاك البطالة المداولة الثانية، هذه مداولة أولى. في تسجيل، في تسجيل الأخ علام، في تسجيل. رقم 35 هم جدموا اليوم، ما كان بال يعني ما حطينا لأن جدموا اليوم. يا اخوان بما ان ما فتحوا موضوع وما حطوا ورقه التسجيل، فنبدي فيه من باشر، نحط ورقه التسجيل ويكون على بدايه جدول اعمالنا بجلسه الغد. توافقون على ننهي الجلسه الان؟ اذا ترفع الجلسه الى الغد الساعه 9 صباحا.